قام سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة وسعادة السيد إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة بزيارة ميدانية تفقدية إلى المستشفى الشامل الميداني مركز الإعاقة الشامل الكائن في منطقة عالي والمعني بتطبيق سياسة العزل الصحي المنزلي الاختياري للحالات القائمة وفق اشتراطات محددة بدءا من اليوم الأحد. وأكد سعادة الدكتور وليد المانع بأن هذه الزيارة تأتي للتأكد من جاهزية المركز ومختلف الجهات وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين من الحالات القائمة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وموافقتها على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة. من جهته أكد سعادة السيد إبراهيم النواخدة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بأن المركز يقوم بالعديد من المهام منها الفحص والتشخيص للحالات وتوجيهها للعزل المنزلي أو إلى مراكز العزل والعلاج مبينا بأن العملية ستكون بناء على مواعيد مسبقة للحالات القائمة يتم تحديدها وإبلاغ الحالات حول تفاصيلها. واطلع الوفد خلال الزيارة على سير العمل في المركز وفعاليات الإجراءات ومنها تقييم الحالات القائمة وتركيب السوار الإلكتروني وما يتبعه من إجراءات إلى جانب تسليم هذه الحالات المستلزمات الطبية التي يحتاجونها أثناء العزل. في ظل ما يبذله الفريق الوطني لمكافحة الفيروس من جهود حثيثة وإجراءات احترازية شاملة جاء افتتاح مركز الفحص والتشخيص الخاص بالعزل المنزلي الاختياري ليوفر للمصابين بالفيروس خيارا آخر لقضاء فترة العزل في منازلهم إذا ما سمح وضعهم الصحي وتوافرت لديهم الشروط اللازمة. طبعا اليوم في مركز الشامل، هذا المركز اللي خصص لزيادة الطاقة الاستيعابية عامة في البحرين خاصة للمواطنين البحرينيين، والطاقة الاستيعابية زادت فيه لحوالي تقريبا 800 سرير للحالات اللي هي ما عندها عامة أعراض واللي ممكن بعد تقييمها أن تكون موجودة في هذا المركز. اليوم بندشن خدمتين رئيسيتين، والخدمة الأولية اللي بتكون فيها طبعا تم الإعلان عن العزل المنزلي في بعض الحالات، وطبعا اختياريا الحكومة موفرة هذا المكان للعزل، ولكن إذا حبذ الشخص أن يكون عامة في هناك عزل له في البيت لراحته فما في إشكال. طبعا هذا المركز الخدمة الأولية بأنه يكون متواجدين هنا من بعد الاتصال فيهم أن العينات تكون يعني موجبة. المجموعة اللي موجودة أو الفريق اللي موجود في هذا المركز وفي هذا في هذه الخدمة بيقدمون لهم الإرشادات اللازمة، يعطونهم الأمور عامة الضرورية من المتابعة سواء الأساور أو الأبليكيشن اللي موجودة على الهاتف. مركز الإعاقة الشامل في منطقة عالي هو المقر الذي يتم فيه فحص الحالات وتقييمها وتقدير وضعها الصحي من خلال نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية التي تكافح الفيروس في الصفوف الأمامية دون كلل أو ملل. طبعا بالنسبة إلى مركز الشامل عموما عندنا 8 مباني غير عن مبنى 9 مثل ما انت شايف، مبنى 9 للتصنيف. الثمان المباني موزعة بين مباني للمرضى النساء ومباني للمرضى الرجال وفي مباني للعوائل، لأن يعني للأسف بعض الأحيان العائلة كامل يكون عندها يعني الفيروس فتكون تنحط في العزل مع بعض في المبنى المخصص لذلك. وإن شاء الله نأمل من المواطنين يتعاونون معنا. اليوم إحنا مدشنين خدمة جديدة للتسهيل على المرضى. بعد ما تم الموافقة على هذه الشروط يتم توجه المريض إلى قسم لتفعيل النظام الإلكتروني. الأساور في الأيادي يتم تفعيلها أول ما يوصل المريض منزله، في هناك رسالة نصية توصل إلى هاتف المريض يفعلها ويبتدي العزل المنزلي. في عندنا متابعات لهذه المرضى في العزل المنزلي من فريق موجود في المراكز الصحية
يشرفون عليه إدارة الرعاية الصحية الأولية، تكون متابعة للمرضى كل يومين، يكون هناك اتصال لمتابعة حالة المريض أو إذا استجد أي شيء على الحالة القائمة. تتم متابعة الحالة إلى آخر يوم من العزل لعمل الفحص والتأكد من النتائج السليمة، وبعدها يتم وقف النظام الإلكتروني وخلاص نوقف النظام للساعة. التعاون المجتمعي والتكاتف والالتزام التام بالإجراءات والمحاذير الصحية من قبل المصابين والمخالطين هي المعايير التي تتأمل الكوادر الصحية من الجميع الالتزام بها للخروج من هذه المرحلة الاستثنائية بأقل الخسائر. قبل بدء العزل المنزلي، إجراءات دقيقة ومنظمة تتم في هذا المركز، بدءا من مرحلة تقييم الأعراض لدى المصابين ومرورا بمرحلة التأكد من توافر الاشتراطات المناسبة للعزل في منزل المصاب، وصولا إلى مرحلة ارتداء السوار الذكي وإجراءاته المعلنة مسبقا والتي يرتكز نجاحها على حس المسؤولية الوطنية والمجتمعية لدى الأفراد المصابين. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.